اسمي طال بكري من اليمن، أدرس بكلية أصول الدين قسم العقيدة تمهيدي دراسات عليا. أنا شاركت في مسابقة الأصوات الحسنة ولم أشارك في الحفظ. الآن في الدراسات العليا سنة أولى تمهيدي. دور الأزهر لا يخفى على أحد، فهو من قديم الزمان وإلى عصرنا الحاضر هو قبلة العلم والقبلة التي يتوجه إليها طلاب العلم من شتى بقاع الأرض من المشرق والمغرب، لأنه هو الذي يصدر العلم بالطريقة أو بالمنهج المعتدل، المنهج الوسطي، المنهج منهج أهل السنة المعتدل، بعيدا عن التطرف، بعيدا عن التحزب أو العنصرية المذهبية، وبعيدا عن التشدد المرفوض طبعا في الإسلام. الأزهر معروف من قديم الزمان إلى عصرنا الحاضر بخدمته للعلم وبوسطيته ومنهجه، سواء بالمنهج وسواء من الشيوخ والعلماء، فصار الأزهر يقصد لذلك. طبعا القرآن الكريم يجب على من يحفظ القرآن أن يكون هناك تأثير، يجب وجوبا على من يحفظ القرآن يكون هناك تأثير، يعني انطباع، ينطبع القرآن في حياة الشخص، لأن القرآن يؤثر كما أن الذي يستمع الأغاني بتؤثر سلبا على حياته، فكذلك الذي يسمع القرآن ويحفظ القرآن يجب أن يؤثر إيجابيا في حياته وسلوكياته.